ومن خصائص يوم الجمعة أن الله عز وجل أقسم به في كتابه، وشاهد ومشهود. فالشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، كما جاء تفسيره بإسناد حسن منه صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني. بل إن يوم الجمعة كما جاء عند الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث الحسن: ما طلعت الشمس ولا غربت على مثل يوم الجمعة.